تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من همزة وصل. حلقة اليوم مخصصة للحديث عن الواقع الخدمي في جبلة. يسعدنا في البداية أن نرحب بالمهندس الأستاذ أحمد قناديل، رئيس مجلس مدينة جبلة. أهلا وسهلا بكم. أسعد الله صباحك وأهلا وسهلا بكم ببرنامجكم الجديد همزة وصل. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ. بداية أستاذ أحمد، يعني ملخص عن الأعمال اللي قمت فيها، يعني فيما يتعلق بالخدمات في جبلة، فيما يتعلق بالتعبيد أو النظافة أو غيره، ملخص بسيط كبداية خلال الأشهر الماضية. على البداية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة القريبة للمخطوفين والنصر القريب للجيش العربي السوري بقيادة السيد الوطن السيد الرئيس بشار حافظ الأسد. هلا شك مجلس مدينة جبلة مثله مثل كافة البلديات في القطاع العربي السوري عليه خدمات وعليه واجبات وعليه عدة التزامات. من ناحية الواقع الخدمي، هلا من بداية جائحة كورونا نحن تم اتخاذ عدة إجراءات احترازية بالنسبة لهذا الواقع. بنبلش في أول شيء بالله أنا من شهر آذار بلش طبعا من إجراءات الاحترازية لتوجهات الحكومة. قمنا بإجراءات عملية شطف وتعقيم للأحياء كافة، بما وتحدث يبلغ عدد أحياء مدينة جبلة 14 حي وإضافة إلى الضواحي. كلها تعقمت. تعقمت هي أول حملة كانت. أول حملة كانت بأول آذار، وطبعا بمساعدة فوج إطفاء جبلة والدفاع المدني باللاذقية مشكورا، والخدمات الفنية وشعبة حراج جبلة تابعة لمديرية الزراعة. هاي الحملة الأولى وتم بشكل إضافة إلى تعقيم الحاويات المعدنية بمادة الكلور والديتون والجيت المعترف يعني. بعد فترة كمان نحن من شهر 5 كمان قمنا بحملة تانية، ومن 3 أيام كمان قمنا بحملة لكل أنحاء جبلة، لكل أحياء ضمن مدينة جبلة هذول، ولاقت استحسان لدى المواطنين. ونحن من هي بالأخوة المواطنين أهم شيء أنه التقيد بأوقات رمي القمامة ومساعدتنا في النظافة، وخاصة نحن مجلس مدينة جبلة كبر، يعني أحياء مدينة جبلة أو مدينة جبلة المساحة زادت الحدود الإدارية، زادت الحدود الإدارية. على من قبل كانت بحدود 1078 هكتار، هلا الجديدة عام يعني 2020 صارت 2635 هكتار. طبعا بعد إضافة لنا أحياء البسيسين والشراشير ودوير الخطيب، هذا شكل عبء علينا لمجلس مدينة جبلة. هاي من ناحيه الواقع النظافه حيث يعني احنا عندنا يوميا بحدود شي 100 طن نفايات صلبه، مع نفايات مخلفات يعني يعني النظافه بشكل عام. النظافه يوميا عندنا شي 100 طن مكب البصه عم يوميا بآلياتنا، يعني ونحن آلياتنا يوميا عم تكب من جبله لمكب البصه، وهذا زاد علينا اعباء. لسه في ترحيل على مكب البصه يوميا عم على يعني هلا حتى ما تم لا هلا بهالفتره في مكب قاسيه بالحفه بدي هذا، او في هلا كان في تشكلوا لجنه السيد المحافظ انه اماكن مؤقته ومواقع يعني مكان مؤقت لنفي الرمي النفايات، هي بتخفف مكان مؤقت ضمن البصه ضمن مكب البصه، انه بين مشان يجمعوه بعدين بصير النقل. هاي من ناحيه نحن الواقع الخدمي هذا العام 2020 كان عندنا عقد 25 مليون مع الشركه العامه للطرق والجسور، عقد 25 مليون لصيانه وتسفيد بعض الشوارع والترقيع، يعني فينا بدنا نقول صار ترقيع لمعظم بعض الشوارع. طبعا نتيجه ارتفاع الاسعار ونتيجه التكلفه العاليه، يعني 25 مليون ما بقى بتكفي، بس يعني بقولوا الحجره بتسند بحثنا. لذلك نتأمل إن شاء الله هيك يزيد الدعم لنا بالأيام القليلة. في استثمارات أيضا للبلدية، يعني في موارد ذاتية. في موارد ذاتية عنا يعني. هاي وبعدين احنا بمشروع مملك النظافه يوميا على مدار 24 ساعه بشكل يومي، كل الاحياء في سيارات عندي 14 ضغطة النظافه او مديريه النظافه بتجول على كل الاحياء يوميا، يعني جميل. نادر ما قل اذا في ملاحظه او شيء نحن بنتلقى الشكاوي يوميا، بنعالج الموضوع بشكل يومي، يعني الاليات والضوابط والعمال عندي على شكل 24 ساعة مستنفرين لهالمخصص، خاصة نحن مثل ما قلت لك يعني جائحة الكورونا حساسة جدا، عم نحاول قدر الامكان المساعده بشيل هالنقطه. الله يعطيكم العافيه. طيب نحن في عندنا استطلاع من الواقع من ضمن جبله، حنستطلعه سوا ونرجع. في استطلاع للزميل رأفت كحيله، بنتابعه سوا وراجع. شو رايك في الخدمات اللي بيقدمها مجلس مدينه جبله؟ في بيقدم اكثر وعنده امكان يقدم اكثر، وبيقدم ما بأمكنه محددة وأمكنه تاني ما كانوا شايفه. مجلس مدينة جبلة
كيس، بس في منهم والله إلهم شغلات. هلا هذيك اليوم الحارة بدها تسفيد، المساء رئيس البلدية ثاني يوم تزفها، بقى في عنا شوية هسه هيك اصلاحات بالبلد بتمنى يصلحوها. تنظيف الشوارع هون وتنظيف قدام المحلات آخر النهار، ويعني نظافة كاملة يعني عندهم، عرفت علي كيف؟ الله يعطيهم العافية جماعة، مشكورين كثير يعني. ابدا ما في خدمات، يعني الواحد عم يحتاج 100 شغله ما حدا عم يرد عليه. تمرق بالشوارع ونظيفه مو مثل الاول. انت من اي منطقه؟ انا منطقه رميلي. كيف الخدمات برميلي؟ نص على نص. والله مجلس مدينه جبلي حاليا يعتبر الافضل بين المجالس اللي مرت على المدينه، يعني من حيث الاهتمام بالنظافه والخدمات العامه، المرافق الصحيه، إنارة الشوارع، حتى الأسواق الشعبية بتشوفها بتحسها غير أيام زمان. والله كلها تقريبا ممتازة بشكل عام يعني، بس في تخطيط، في تخطيط، ما بنقول إنه ما في تخطيط، في تخطير بده شوية متابعة يعني. يعني في عندك مثلا يعني شوارع شوي بدها تنظف، يعني المياه على طول بتنقطيع، الكهرباء أحيانا يعني بتجي محلات بالدرجة 24 ساعة، محلات قبل جي قطع يعني، وصل قطع وصل يعني، بس الوضع بشكل عام الحمد لله كويس يعني. ناحية الأسد عند المشفى نص الشوارع ما فيها إنارة مثلا، تمشي بالهاي في جوار يعني، والله خدمات سيئة سيئة بشكل عام يعني. والله الخدمات لحد هلا مقبولة ماشي الحال، يعني في نوعا ما نظافة، في اعتناء، أيام عم يشطفوا الطرقات يغسلوها بشكل عام. فوق بدي لك جيي مقبول وجيي ولا شيء. اقل يوم قالوا بدي يعقموا بالكراجات، فاتوا رشوا لنا شويه ما يضلوا طالعين. والله هو بالنسبه للخدمات في تقصير شوي، والله في تقصير مو شوي كتير، نتمنى اكثر من هيك يكون فيه. اهلا بكم من جديد ونرحب فيكم من جديد الاستاذ احمد قنادي رئيس مجلس مدينه جبله. خلينا نشوف الاسئله اللي وردت بالاستطلاع يعني ورا بعضها. احد الاخوه اللي كان ضمن الاستطلاع يعني تحدث انه في اماكن او حارات بيتم الاهتمام فيها كثير واماكن ما بيتم الاهتمام فيها، شو بترد حضرتك على هذا الكلام؟ الاستاذ نحن طبعا الاولويه طبعا الماء بكل المناطق اللي يتم بمركز المدينه والشوارع الرئيسيه بالصباح الباكر يومين من ناحيه عمال النظافه، ولا بعدين بيجي بالدرجة الثانية الأحياء الثانية. بس بشكل عام يعني أنا مجلس مدينة جبل قياسا على السنوات السابقة يعتبر جيد، لا بس جيد جدا بناحية هالموضوع هذا، بس يعني إنه في بحاجة أولوية أنتوا لا ما لما بنعطي أولوية. لسه نحن عندنا مثلا الشوارع هلا أقول لك شغلة، الشوارع الرئيسية صباحا نحن مثلا الساعة 6 أو الساعة 4 صباحا في عندي آليتين كبار بدهم، لأنه إذا تأخروا بمركز المدينة طبعا بصير حركة، بقى بصير في إعاقة بال هذا. يعني عندي آليتين ضغطين كبار، هدول ببلشوا من 5 الصبح بشيل الشوارع الرئيسية، ولا يعني بتفيق الصبح بتلاقي الدنيا شوارع. بعدين نيجي مثلا الساعة 6 في حملة تانية الشوارع الأقل ازدحام والشوارع الفرعية بس بشكل عام الوضع عندنا مقبول. بقول لك يعني بيعز السبب انه نقص عندنا، احنا عندنا مشكله بنقص الضواغط الاليات الضاغطه، لان احنا من واجدين يعني عن هو السؤال بشكل محدد انه ما في تمييز ما بين حل لا ما في لا 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 ما في تمييز ابدا. يعني يومين انا على مدار 64 ساعه كل الاحياء بجبله بتنشال، يعني اذا تاخر وقت مش كان موعد بكون عطل طارئ او شيء، بس يوميا على كامل الاحياء الرئيسيه بمدينه جبله بتنشال كافه الزبال. طيب نحن بنأمل من مشاهدينا انه يتواصلوا معنا على رقم 229-200 اللي عنده اي ملاحظه بتتعلق بحي ما عم يتم تخديمه بشكل جيد او تمييزه عن حي اخر. الاستاذ احمد يعني موجود معنا يعني للتجاوب والرد على اي استفسار. كمان سؤال ورد بيتعلق بالنظافه امام المحلات، يعني عم يذكر امام المحلات انه ما كثير في اهتمام، شو السبب؟ هي مسؤولية من يعني؟ استاذ قال لك شغله، هلا مثلا بسوق الخضرة او سوق المحط الاستاذ المخرج حط الصورة عنه، هلا نحن بيجي عامل نظافة بالكراجات، بيجي انا بشوف الصبح بيكون الارض نظيفة جدا، بيفتحوا المحلات بيفتحوا مثلا الساعة 9 الساعة 10، بينكنسوا محلات بينكنسوا مواد بجمعوان قدام المحل، طيب يا اخي عامل النظافة اجى الصبح من 8 بيكون تقريبا خالص شغله،
يعني بده ينتقل لمحل ثاني. في عندكم مراقبين ليخالفوا؟ في مراقبه هلا عندي يوميا، نحن يعني عندي اذا كان في لا مواطن يومية صاحب محل او غيره هو عم يستهتر، ما في مراقب يعمل مخالفة؟ عندي استاذ، عندي انا بقسم الخدمات عندي قسم اسمه قسم المخالفات. تمام. يوميا مثلا رمي قمامه، رمي رش مياه، رمي اوساخ، تجاوز على الملك العام. يومين عندي ما يعادل بين 50 ل 60 ضبط. نعم. بس بشكل عام يعني خفت هالظاهره هذا وصار في التزام بينه وما، لانه مثلا رمي الاوساخ ضبطه 6000 ليره المره الاولى، المره الثانيه بزيد، المره الثالثه بحوله على القضاء. بذلك صار في كم مخالفه في عنا باليوم وسطين؟ هلا انا عندي وسطين بحدود شي 50 مخالفه باليوم الواحد يوميا. طيب كمان تم ذكر انه حي رميله انه ما في خدمات، شو المشكلة؟ لا لك شغل استاذ، هلا لاحظ استاذ احمد يعني خلال حلقات يعني دائما خلال هالسنتين دائما رميله، نحن ملاحظات من حي رميله، يعني العام الماضي العام اللي قبله مزبوط. يعني خلال الاستاذ هلا نحن بشكل دائم حي رميله في مشكله، في مشكله. لا لك شغل هلا الاستاذ، هلا حي رميله تقريبا مساحته شو 42.6 هكتار مثلا، يعني كبير، وهو تقريبا اغلبه عشوائيات، سكن عشوائي. تعرف انت من 2017 طلعت مكرمه من السيد الرئيس بتنظيمه ونقل ملكيه الاوقاف الى مجلس مدينه ليتم نقلها الى الاخوه المواطنين. نحن لنا فتره استاذ من 3 سنوات عم نشتغل على مبدا تنظيم هذا الحي. بعرض بما يتناسب الوضع الحالي، مشان ما يصير هدم وإزالة اي ابنيه واي تجاوزات بما في الحال. وهذا تطلب علينا اعباء كثير من ناحيه كيف تقديم الخدمات، يعني لانه في شوارع ما انا مزفته، شوارع ما انا نظاميه، شوارع ما انا في شوارع مثلا هي صايره فوق خط النفط، مثلا استملاك خط النفط. نعم. ما فينا ننزل الا بس هلا لنا فتره تقريبا بحسب توجيهات السيد المحافظ والحكومه، يعني احنا عملنا مخطط جديد للرميله وسوف وتصدق يعني بالمجلس المحافظه، وعم نشتغل على تقسيم الابنيه هذه مشان شغلتين. شغله الاولى مشان نقل ملكيتها للاخوه المواطنين بيرتاحوا من شغله الاوقاف، بصير ملكيه خاصه لهم، وشغله تنظيم هذا الحي. لوقت بصير التنظيم استاذ بنترك مساحات، مثلا هون في حديقه، هو مركز اداري، هو مركز ديني. طيب صيانه بعض الطرقات هلا نحن اشتغلنا اليوم يصير هذا الموضوع. هلا لا لك شان نحن اليوم، هلا نحن بالعقد يعني هلا الثمانه 25 مليون كان له بس بسيط، يعني شيء 5-6 سيارات لحي رميله، هو بده بحاجه لاكثر، يعني بحاجه الى عقد بحدود ل 200 مليون رميله لحد ذاتها. ونحن عملنا كتب مراسلات لوزاره الاداره المحليه، بنامل انه يدعمونا بترحيل الخمامه، ترحيل يوميا. استاذ قال لك شغله، هلا انه شوارع ضيقه، انا حطيت مره حاويات بجوا ما قدرت سيطر، ليش؟ لانه ما في مكان السياره تناور. لذلك في مدخل الرميلة عن المدخل الرئيسي في 3-4 حاويات، وجوا ببعض الشوارع الرئيسية في حاويات وفي برامج احنا يوميا عم نشاله. بس نعم. ما عملك لانه ما في مكان، وبعدين ما حدا يعني هذه شغله ملاحظها السنه عم تعرض عليها كثير في مجلس مدينه جبله، انه ما حدا عم يرضى الحاويه يضل قدام بيته استاذ مازن. يعني حتى كان بالشوارع الرئيسيه او بالاحياء مدينه جبله او ما بعرف الظاهره جديده يعني من قبلها، لانه احنا 3 سنين ما كان حدا يعاني منها. هالسنه ما حدا بيرضى عم يرضى انه طب هي موقع هون من 20 سنه واجباري خي، مثلا موسم الجماس، موسم البطيخ، اذا شارع عام البلديه ما فيها بتلزم عم نلزم احيانا والله 100 مره بتلاقي المواطنين عم يدروا للحاويه على الارض. يعني انا عم تشكل هذا لازم يكون في تعاون المواطن. لا أكيد. هذا ما عم لك يعني واقع هون، يعني هي الحاويه موجوده لخدمته. يعني احيانا انا بشيل الحاويه قد ما بيتقاتلوا، بشيل الحاويه محلها، بصير المواطن لا شعوريا بيعرفون في مكان حاويه. هلا بما انه الشوارع الضيقه ممكن استبدال الحاويات مؤقتا ببراميل بالحاره؟ الحين البراميل اذا صارت تعبت بصير فيها تقل، والعامل النظافة لحاله أو اثنين صعبة تقيلة. يعني لذلك ليش الحاوية للضغط بصير أسهل بهذا. بس هلا نحن عم نفصل حاويات صغيرة، إنه موعودين إن شاء الله جينا ضغطة صغيرة عقد يعني بصير بخدمنا بحي رميل. موعودين كان قبل العيد كان اجتماع مع السيد وزير الإدارة المحلية، بنوعد يعني مشاهدين إن شاء الله إنه بحي رميل إنه يكون فيه ويدخل بالتنظيم. يعني إن شاء الله الأيام القادمة لأهلنا برميل بكون وضع جيد. ضحية الأسد عند المشفى، ضحية الأسد هلا امبارح في حفار في هلا هالحكي كان التقرير قبل، بس امبارح اول امبارح راحوا على ضحيه الاسد، عملت له صيانه لكلياته، واليوم راحوا كمان تبعون الكهرباء بالصيانه في اناره باغلب الحفر تم ردمه تم ردمه. واي مواطن بهذا انا بابي مفتوح له، نتامل من كل اللي كانوا معنا استطلاع او اي مشاهد اذا كان في ملاحظه عن ضحيه الاسد عند المشفى يتواصل معنا. الاستاذ احمد جاهز للاجابه.
احد المواطنين ذكر انه بالكراجات التعقيم ما عم يكون جيد، ولما عم يصير انه عم يكون ماء فقط. والله ما يعني انا بثلاث مراحل استاذ اشرفت شخصيا على التعقيم، يعني تعقيم اول شيء تعقيم السرافيس قبل ما تدخل على المدينه على الكراج، كان عندنا 6 عمال للتعقيم، في مواد جيده، مواد كلور ومواد حتى شلين مواد ما بعد. وبعدين قال لك شغله استاذ، نحن وقت كان بيتم بتعقيم الكراج انا بالليل، ليش بالليل؟ لانه ما بكون في سيارات ولا بكون في سرافيس، بيتم تعقيمه وشطفه، يعني كل اسبوع بيتم شطفه وتعقيمه. انا الصبح ما فيني ادخل استاذ على الكراج. انا هنتابع نحن بالحديث، معنا الاستاذ مضر منصوره مدير المياه حتى ما ينتظر. يلا مرحبا استاذ مضر. يا هلا، انا يسعد اوقاتك. يسعد اوقاتك الاستاذ مضر منصوره مدير المؤسسه العامه للمياه والصرف الصحي في اللاذقيه، اهلا وسهلا بكم. يسعد اوقاتك يا رب. يا هلا. يسعد اوقاتك استاذ مضر. يعني واقع المياه في جبله، يعني اجتنا بعض الملاحظات، يعني منها وتم التجديد عليه اكثر، العرقوب وبشيله، انه كل اسبوعين عم تجيهم المي مره واحده. كيف ممكن؟ كيف نحن استاذ عفوا بتجيهم كل اسبوعين تجيهم المي مره واحده؟ نعم. يعني كيف الواقع هونيك، يعني كيف ممكن معالجته؟ طبعا استاذنا يسعد اوقاتك. طبعا يسعد اوقاتك. يسعد اوقاتكم جميعا. عندنا نحن بالفتره هي بصراحه في عندنا ضغط مائي كبير، كانه بجبله ولا بمدينه اللاذقيه ولا باغلب المناطق في المحافظه. نعم. طبعا بس اكثر المناطق اللي ممكن تتعرض لها هي ريف جبله، وخاصه ريف جبله العالي اللي هو يعتبر اخر مشاريع الموجوده بالنسبه لمشاريع اللي بتغذي. مثلا في عندنا منطقه بشيله. نعم. منطقه بشيله هي بتتغذى من مشروع الداليه، وتعتبر اخر ضيعه تتغذى من مشروع الداليه، اخر المراحل اللي هي اللي ممكن بيتم عليها الضغط من مشروع بشيله هي. وفي عنا بالاتجاه الثاني باتجاه الداليه معرين وبطموش، اللي هنن عم يعانوا بشكل كبير من بصراحه من ايصال المي الى عندهم. طبعا في كتير عوامل بتلعب دور كتير، خاصه اللي هي بهالفتره هي التقنين الكهربائي اللي صار بهالفتره بفتره الصيف اللي ما كنا نعتاد عليه بالفتره الماضيه. نعم. صار هالفتره هي، هذا اثر كتير كبير بعمليه ايصال المياه للمناطق الموجوده. ما ممكن يكون في تنسيق مع مؤسسه الكهرباء او الشركه العامه للكهرباء؟ موجود استاذ، بس بالنسبه لموضوع التقنين الكهربائي هذا موضوع مفروغ منه، ما نحن قادرين انه يعطونا كهرباء بشكل متواصل. فهذا الموضوع نحن في عندنا، نحن في عندنا ديازل موجوده نحن ممكن نشغلها بالنسبه للمحطات هاي، بس الديزل الموجود ما بيعطي المعطائيه المائيه الكبيره اللي ممكن تعطيها الكهرباء، فلذلك تكون بتضعف كمية المياه بأثناء قطاع الكهرباء إلى 50%. بالإضافة أيضا عندنا كمان عندنا بفترة الصيف بيكون عندنا ضعف بالوارد المائي، أيضا نتيجته في بعض الأحيان بيكون سببه ضعف التردد الكهرباء في منطقة السن. بالإضافة لأنه مشروع الدالية بالنسبة لبشيلي أنا عم بحكي عم يشتغل بكامل طاقته، يعني هذه هي الطاقة القصوى لمشروع الدالية اللي ممكن يعطي كمية المياه الموجودة. هذا الموضوع بحاجة نحن لإيجاد موارد مائية جديدة إضافية لهذا المشروع، من شان نقدر نحن بنفس الوقت نقدر نعطي كمية مياه زيادة للمنطقة. بس بعتقد 15 يوم هي ممكن تكون أقل، في بعض الأحيان نتيجة حدوث أعطال ممكن توصل ل 15 يوم، بس ما نعذر لو كانت 10 أيام ولا 7 أيام ولا حتى 5 أيام، ما نعذر وفترة كبيرة حتى لو كانت 5 أيام لإيصال المياه. هي هي الفكرة أستاذ مضر، يعني أنه 15 يوم أو 10 أيام يعني صعبة على أي مواطن مهما كان عنده خزانات كبيرة. يعني هلأ الأمور الفنية حضرتك أدرى فيها، لكن يعني بدنا حلول لهالمواطنين، إمتى ممكن نعطيهم حل أو بادرة حل قريبة نوعدهم فيها أنه تكون أقصر الفترة أو المدة اللي بتوصلهم فيها المياه؟ هلا نحن ما نحاول قدر الامكان انه ندور على مصادر مائيه بديله، لانه كميه المياه اللي عم ناخذها من نبع السن هي طاقه المشروع الاعظميه. في عندنا نحن هلا ممكن نعتمد على موضوع حفر الابار، يعني في عندنا بالفتره القادمه مكان في خرايب سالم ممكن هذا البير اذا كان في معطائيه مائيه، طبعا هذا الموضوع رهن بالحفر بعمليه الحفر ووجود المياه. هذا الموضوع ممكن يؤدي الى تحسين الواقع المائي ببشيله، لانه ممكن البقى الكميه المياه اللي عم تاخذها خرايب سالم من السن بنصير نعطيها الى القرى الاخرى، وبتعتمد خرايب سالم على
كمية المياه اللي بتكون ممكن من البئر. في عنا أيضا مشروع في حفر بئر في وادي الدالية، هذا كمان بيؤدي إلى أعطاء وارد مائي إلى منطقة الدالية، ممكن تخفف أيضا ضغط عن القرى الثانية اللي ممكن الموجودة. فالأمل الوحيد أنه نحاول قدر الإمكان أنه ندور على على بدائل، مصدر مائي آخر خاصة بنفس المنطقة، ممكن يعطينا أمل كبير بأنه يتحسن الوارد المائي الموجود هنا. طيب أستاذ مضر، فينا نعطيهم مدة زمنية نوعدهم فيها للناس؟ هذا موضوع المدة الزمنية نحن تختلف عنا إجباري بشكل عام، في عنا ضغوط عمل، في عنا مناقصات، في عنا مشاريع، هذه المشاريع بتاخد وقت حتى يتم إنجازها، بالإضافة إلى أنه الوضع الاقتصادي هذا الموضوع أيضا بيلعب دور كبير بتأمين هذه المشاريع وتجهيزها. يعني ما في حل بوقت محدد ولا بوقت قريب، ما في ماني قادر اعطي موعد، هذا الموعد ممكن يكون يعني اقدر اكذب فيه على الناس، يعني هذا الموضوع اذا اعطيت موعد بده يكون في التزام فيه، فاذا ما كان في التزام فيه صار في نوع من الرياء تجاههم. طيب بالنسبة لواقع المياه في مدينة جبلة، يعني ذكروا بعض المواطنين في استطلاع أنه كمان صار الوضع أسوأ من الأشهر الماضية، كيف ممكن تحسين واقع المياه في مدينة جبلة؟ هلا مدينة جبلة عم تاخذ بشكل عام من مدة زمنية من الخامسة الصبح، من الخامسة صباحا حتى الواحدة ظهرا، يعني حوالي 8 ساعات لتسع ساعات. هذا الموضوع كمية الوارد المائي، إذا ما صار انقطاع كهرباء بهالفترة هي، لفترة هي من الخمسة الصبح حتى الواحدة ظهرا، ما بيصير عندي أي إشكال وأي خلل بمدينة جبلة، بتاخذ مي كفاية وبشكل جيد. أما في حال حصول أي خلل بالكهرباء، لأنه أنا بحاجة للكهرباء ضمن المدينة من أجل قيام المواطنين أو أهلنا أنه يحصلوا على المي بواسطة الدينامو، لأنه لا يمكن تأمين ضاغط بحيث نقدر أنه المي تطلع على الطابق الخامس أو السادس من دون دينامو. هذا الحكي بكل أحياء جبلة عم توصل المي يوميا بكل يومياً أحياء جبلة؟ يومياً بكل أحياء جبلة المي موجودة. طبعاً تختلف، ممكن حي توصلوا الصبحيات، حي توصلوا الظهريات إجباري، لأنه هذا الموضوع أيضاً بحاجة إلى يعني العمل على موضوع السكر الموجود بالمدينة. تمام. طيب نحن كثير بنشكرك الأستاذ مضر منصورة، مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في اللاذقية. شكرا جزيلا. شكرا كثير لك. شكرا. شكرا. تحياتي. أستاذ أحمد، في موضوع وردنا أيضا عدة رسائل بخصوصه. الموضوع هو غرب المنطقة الصناعية شرق المحلق في جبلة. تم تقديم كتب طبعا لإلكون. تم فصل المدينة أو هذا جزء من المدينة عن المحلق أو عن المدارس والمراكز الصحية والسوق التجاري. في مشكلة سوء منسوب الصرف الصحي، أصبحت أقبية الأبنية جوار فنية. بنتمنى من الزملاء بالكنترول أنه يعني في صور يستعرضوا لنا ياهن حتى يشوفهم كمان الأستاذ أحمد. في عندي بعض الصور اللي وصلتنا عبر بريد البرنامج. تم تقديم كتاب لكم ووقع عليه عدد كبير من أهالي عن أهالي المنطقة، يعني مثلا هذا كتاب مقدم للسيد محافظ اللاذقية بيتعلق بطلبات أرقامها 3022 تاريخ 17/6/2019، وطلب آخر 4874 تاريخ 11/9/2019، وفي رقم 2329/4/5/2020. يعني عم يحكي عن معاناة انه، وهذا المخطط تبع المنطقه يعني كمان انه بيذكر فيه انه فيه شرح واضح انه كيف العقار، كيف انفصل عن المحلق، ما عاد فيه وصل له. في المنطقه موجود فيها عدد كبير من ذوي الشهداء، طالبوكم، قدموا كتاب لكم، تم توقيع احد الكتب يعني من قبلكم، يمكن بالكتاب اللي بعد هذا موقع عليه أمين سر مجلس مدينة جبلة فادي آغا، ويمكن ما بعرف حضرتك إذا التوقيع واضح ولا ما واضح حسب ما واصلنا، بيتعلق أنه المحافظة على الطريق القائم يعني على المجرى المائي الحالي حتى يضل في وصل ما بين المنطقة و يعني المركز الصحي أو المدارس، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال. قبل ما تجاوبنا في معنى اتصال بس نسمعه. يلا تفضل. الو
اهلا وسهلا فيك. صباح الخير استاذ. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا تفضل. استاذ سامعني رئيس البلديه؟ ما سامعك طبعا تفضل. استاذ الكريم انا مسكان جبله شارع المؤسسه بالضاحيه ورا المشفى. شارع المؤسسه بالضاحيه. اهلا استاذ الكريم فيه. هذا الشارع بيعرفه اكيد الاستاذ احمد، نحن جايين اكثر من مره لعنده. نعم. هذا الشارع من بدايته لحتى نهايته يمكن صار له سنتين ما نحط فيه غران زفت، طبعا في شوارع ثانيه زفتت. نعم. وجوار يعني حدث ولا حرج، ويا ريت كاميرا من عندكم اللي ريت لو راحت وصورت. نعم. في حاويه زباله واحده بس بنهايه الشارع، يعني هي مفروض يكون شارع ضخم وبيعرفوا الاستاذ احمد. نعم. يعني مفروض يكون فيه ثلاث حوايا. نعم. في احدى الحاويات كانت بنصف الشارع في احد ما بدنا نذكر اسماء. نعم. الاشخاص ما بنعرف انحطت الحاوي اكثر من مره، ثاني يوم تنشال، يعني ثاني يوم يشيلها اجباري، يعني ما انه كيفنا وما حدا بيسترجي بحكيه، ما بعرف شو السبب. وقلنا له الاستاذ احمد ضلت، طبعا هذا الحكي من هذيك السنه، ضلت شي ثلاث ايام وبعدين الحاوي ثاني يوم الصباح فقنا مقلوبه والكل الاوساخ اللي فيها كانت على الارض، ولحد الان الحاوي ما رجعت محلها ولا بنعرف وينها، يعني الحاوي يمكن راحت تبخرت راحت مكان ثاني. يعني يا ريت هذا الشارع بس هيك بعنايه، شارع المؤسسه ورا المشفى الوطني. اكيد وصلت في اي شيء ثاني؟ عفوا في اي شيء ثاني؟ شكرا استاذ. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك استاذ احمد، يعني شكوى واضحه بدنا نجاوب عليها. انا بالنسبه ل شارع المؤسسه، شارع المؤسسه يعني الاخ المواطن هو راجعني اكثر من مره، ونحن حاولنا يعني اكثر من مره مشان موضوع الحاويه، بس هلا بدي وجه رئيس قسم الخدمات باعاده ما حاويه، حاويتين بالشارع ويكون في وحده ثلاث حاويات. هلا هلا بعد ما يعني بالنسبه للمخالفه في مواطن ما في ما عم بقول لك استاذ، هالسنه شو قلت لك انا من اول بدايه الحديث قبل ما يصير الاتصال، هالسنه صار في ظاهره غريبه انه العالم. هلا استاذ انتم جهه رسميه، في مؤازره من وحدات شرطيه في، يعني هلا نحن لذلك هلا احيانا بشيل هيك بنرجع بنرجع، يعني ما هو عم يعارض حي بكامل ما في، يعني بلدية بكاملة ما ممكن انتم. لا ممكن احنا عندنا اجراءات مؤازرة من وحدات شرطية بدون مؤازرة استاذ، احنا رئيس احنا وحدة ادارية بحقنا يعني، وعندنا مخفر شرطة وعندنا اجراءاتنا، يعني ما احنا سلطة، يعني ما انه حدا بده هذا. بس خلص بوعدوا للاخ المواطن اليوم وبكره بكون مدال حاوي حاويتين بالشارع المجموع. بالنسبة للاهتمام بهي بهذا الحي بس عملنا من ناحية الزفت، الزفت استاذ ما عملنا يعني هلا اذا ما كان في امكانية لتزفيت كامل. هلا نحن نالك عملنا عقد هذول 25 مليون، يعني كل حي تقريبا خمس ست سيارات واحياء كبيره، مثل هلا جبله مقياسا على هذا كبير، يعني كان قبل 25 مليون زفت نص جبله، يعني هلا 25 مليون بتجي 40 سياره استاذ، يعني سياره ب 800 الف تكلف على الاقل، يعني مؤقتا لبين ما يصير عندكم. خلص اليوم 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 هلا يعني هلا المؤسسه الشركه حتى يمشوا الحال لبين ما استاذ مازن، المؤسسه امبارح سحبت الياتها على اللاصقين، انا عندها مشروع صغير بكره بس ترجع نهايه الاسبوع بناخذ جرار وين في جوار وين في حفر بنردوه بنعمل بيتعالج الموضوع، يعني نحن بنبعث كاميرا بعد اسبوعين ان شاء الله تكون الامور كويسه ان شاء الله تكون اراء الناس خلص بوعد ان شاء الله بشارع المؤسسه. تمام. بالنسبه لموضوع غرب المنطقه الصناعيه استاذ، هذا موضوع غرب المنطقه الصناعيه هو موضوع قديم، يعني قبل ما نيجي نحن وهذا، هو عباره عن طريق عقاري وليس هي عباره عن فضلات الابنيه وليس هو الطريق لا عقاري ولا شارع تنظيمي. نحن طلعنا قرار مجلس مدينة مشان ما ينباع فضلات للأراضي أو العقارات المجاورة مشان نحافظ عليه. هذا استاذ هلا نحن بدنا عملنا كتاب للخدمات الفنية وبدنا مشان نعرضه على اللجنة الإقليمية مشان توصيفه يصير طريق نقدر نحن شو نشقه ونزفته نوع، لأنه هو على المخطط ما موجود طريق، هو عبارة عن فضلات أبنية فضلات عقارات. في يعني حسب ما وردنا أنه في احد المستثمرين بده يشتريها ما وافق. ليش نحن طلعنا قرار استاذ، ليش طلعنا قرار مجلس مدينه عدم بيع هذا الطريق، يعني مشان نحافظ عليه لهالطريق هذا. من فتره اجوا مراي، ولا احنا خاطبنا الخدمات الفنيه وعملنا الكتاب وناطرين مجلس ما مجلس مدينه اللجنه الاقليميه الشهر القادم بس مشان نثبتوا على المخطط، لان احنا كمان عم نشتغل بالمخطط التنظيمي الرقمي الجديد في مدينه جبله، يعني شغله وقت، يعني بس يجهز المخطط ونحن لاحظينه هذا الطريق بصير طريق وبتزفت وبنقدم فيه الخدمات بنيه تحتيه وبصير طريق نظامي لا بيع لا عقارات فضلات عقارات ولا شيء، بضل شارع يعني بنوعد اللي بعثوا لنا استاذ، نحن لو ما بدنا نعمله
نحن لو ما مانش بس بدهم مشكلة وقت. ليش؟ انه بس مشان ياخذوا اجراءات القانونية. وما ممكن اي مستثمر يجي. نحن اخذنا قرار مجلس مدينة وفي بصورة عنه في نحن الابقاء وصلتنا بصراحة. كيف انا بدي لسه خايفين لا ياسر ما معقول يعني الطريق يعني بيعوا بس للتأكيد ونحن بنوعدهم انه الامور بخير باذن الله. ما هذا شيء بالمستقبل فيهم يتواصلوا مع حضرتك او يتواصلوا مع البرنامج لحتى لا هذا الطريق ان شاء الله بدنا يتنفذ. بعدها بيخدم كثير اهلنا وطلابنا بالمدارس بعد شق المتحلق يعني اللي صار يعني. تمام كثير كويس. ايضا من الرسائل الوارده لنا يعني الشارع خلف المنطقه الصناعيه جانب معامل مية يعني في اكثر من 30 عائله حسب ما ورد بالرساله. هي يعني هذا الشارع يعني بحاجه لصيانه او تعبيد اذا كان في امكانيه. استاذ هذا اللي قال لك شغله لان احنا هون المنطقه الصناعيه اكثر يعني عملنا له صيانه اكثر من مره بس الاليات اللي بتيجي السيارات الاليات الثقيله بتدخل على المعامل البلاط بتحمله انحاطه وبحص واسمنت يعني مثلا حموله الشارع له مقدره على كثر الشاحنات وعلى كثر الحموله الزايده خربت. بس بنوعد ان شاء الله بنوحظهم بالخطه صيانه. بتمنى تسجلها عندك. لا الشارع معنا على الهاتف الاستاذ محمد علي نائب مدير الخدمات الفنيه باللاذقيه. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك وبالاخوه المستمعين والمشاهدين. يا اهلا بكم. اهلا وسهلا استاذ محمد. يعني هلا نحن حديثنا اليوم يتعلق بالخدمات في مدينه جبله وريفه ومعنا بالاستديو الاستاذ احمد قناديل رئيس مجلس مدينه جبله. بنتمنى يعني المشاهدين هيك يعرفوا موجز بسيط عن اهم ما تم تقديمه من قبل الخدمات الفنية لريف جبلة في الأشهر الماضية وشو بقي يعني كمان خدمات حتتقدم بالوقت الباقي من السنة. هلا بالنسبة لريف جبلة استاذ أهالي ريف جبلة كلهم بيعرفوا هالسنة كان لهم حصة كبيرة كثير من إعادة تأهيل الطرق الرئيسية هامة بمنطقة جبلة بريف جبلة. نعم. نذكر فيه يعني اللي بيعرفوها يعني عندنا مثلا محور غنيري كان 3 مراحل عندنا. نعم. محور عين شقاق تيانو كان في شغل كثير على المحاور الرئيسية بالتسويق بالإضافة إلى معالجة تجمعات كثيرة بالصرف الصحي يعني فكانت في بالاشرفيه كان في بال يعني بعده مواقع هذا ونحن متابعين ان شاء الله. كان حتى اشتغلنا بعقود سابقه لعقود ذوي الشهداء بخصوص ذوي الشهداء كان في عقود كمان انشغلت هالسنه فكان في شغل كثير جيد بريف جبله يعني. طيب بالنسبه نحن وعدهم هالسنه ان شاء الله كمان يعني راح بس في عندنا شغله هلا طبعا نحن مستمرين بالعمل ببعض المشاريع الصرف الصحي ان كان بالاشرفيه واللي كان براس العين هذا اللي بدنا تذكر لنا يا استاذ محمد. الاشهر القادمه الباقيه من العام يعني شو اهم المشاريع او الخطط اللي حتتنفذ بشكل فعلي في ريف جبله؟ هلا نحن ان شاء الله نحن بتعرف استاذ فادي نحن مرتبطين بموضوع الاعتمادات الماليه اللي بتجينا يعني فنحن ان شاء الله نحن هلا الاعتمادات رح تيجي رح نحاول نشتغل فيها شغلات يعني امور مخربه مثل مقاطع مخربه مثلا في الصرف الصحي او وبعض التفريعات اللي بتخص ذوي الشهداء والجرحى. يعني ما في مناطق محدده حيتم فيها العمل بالنسبه للاشهر الباقيه من العام؟ نحن نشتغل عقود ذوي الشهداء اذا اجت اعتمادات بالاضافه مثل ما قلت لك نحن راح يكون في هنيك نحن حاطين بمنطقه جبله في اكثر من عندنا نقطه مثلا فيها تخريبات بشبكات الصرف الصحي راح نعالجها نحن صبناها طبعا نحن راصينها ودارسينها وناطرين بس تجي الاعتمادات ان شاء الله نحن نقوم باجراء الصيانه لهيك مشاريع يعني بنهايه العام يعني الاعتمادات المتوفره حاليا تم صرفها خلال الاشهر الماضيه تماما وانتم بانتظار اعتمادات جديده يعني امتى الموعد المتوقع ان توصل الاعتمادات الجديده؟ استاذ مازن نحن صيانه او اعاده تاهيل شبكات الطرق الرئيسيه بريف جبله كانت السنه بحدود ال 430 مليون ليره سوري تمام
تمام يعني، والصرف الصحي كان بحدود بالحدود تقريبا، يعني احنا مشتغلين تقريبا اكثر من مليار ليره بين اعاده التاهيل غير عقود ذوي الشهداء والجرحى. طيب الله يعطيكم العافيه. امتى متوقع يكون في اعتمادات جديده انه يكون في شغل اكثر؟ ان شاء الله هلا في على الطريق ان شاء الله، هيك وعدونا انه يكون في اعانه ماليه ضمن هذا الشهر. مشكور السيد المحافظ والسيد الوزير، يكون ضمن هالشهر يمكن تكون في اعانه، راح نخصصها معهم كل مثل ما قلت لك، راح نخصصها ان شاء الله للشغلات الضروريه بنهايه العام. يعني عندنا شبكه صرف صحي مثلا خربانه بموقع معين، طبعا نحن رازين كلهم وان شاء الله راح نشوف اينه الاهم واينه هذا وننفذه، بالاضافه لعقود ذوي الشهداء والجرحى ان شاء الله راح يكون له نصيب كمان جيد بهالاعانه ان شاء الله. تمام. طيب الأستاذ محمد علي نائب مدير الخدمات الفنية باللاذقية، شكرا جزيلا لكم. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أستاذ أحمد، يعني بنرجع لموضوع يعني خلف المنطقة الصناعية، يمكن سجلته حضرتك وبنتأمل يعني أنه بما أنه شكوى وردت أنه تابع يعني أنا بيكون في إمكانية ينحل، إضافة لموضوع طريق الضاحية، يعني هذا موضوع مهم. هلا يعني في اجراءات حاليا خاصه بموضوع الكورونا، في تجديد وتوجيه لكل البلديات بكل انحاء سوريا، شو الخطه القادمه عندكم بالنسبه لموضوع الكورونا تحديدا؟ هلا نحن الخطه دائما نحن مستمرين مثل ما قلت لك استاذ مازن بحمله النظافه وتعقيم الحاويات على مدار يعني مدار الاسبوع، يعني بنعمل عملنا برنامج على مدار الاسبوع تتفضل حاويه بتعقم بالكلور وبالكلس وتعقيمها وعلى مدار كل امتى هذا الشيء؟ هذا كل نهايه اسبوع، كل نهايه اسبوع في بكل الاحياء، كل الاحياء وشغل الحاويات اللي عندي انا مخطط الحاويات، بيجي سياره القمامه بتفضل ضاغطه بتفضل الحاويه كانت فيها ما فيها نصها ربعها بتتفضى بتتعقم بالكلور والكلس والجيتو وبتتوقف محلها على مدار خاصة ضمن الإجراءات هذه. كل أحياء مدينة كل أحياء والشوارع الرئيسية بمدينة نهاية أسبوع. نهاية يعني نتأمل من المشاهدين أي مشكلة أي شكوى بتتعلق بهذا الموضوع يتواصلوا معكم أو يتواصلوا مع البرنامج بهذا الخصوص. طيب ندخل على بند بيتعلق موضوع الاستثمارات في جبلة، يعني كان في مجموعة من الاستثمارات لصالح بلدية جبلة، نحكي عن أهم هاي الاستثمارات وكيف تم توظيفها لتأمين دخل إضافي لبلدية جبلة. أستاذ بازل بتعرف هذا العام نحن بشهر ثلاثة عملنا مزاد مشان المقاهي المؤقتة على الكورنيش البحري، خمس مقاهي ورسل مزاد عليهم بمبلغ تقريبا بحدود شي 55 مليون لهذه المقاهي لنهاية لكل لا جميع المقاهي لغايه 31/12/2020. بس بعد ما هن عملنا المناقصه ورسع عليهم المزاد وبلشوا يشتغلوا اجت شغله ظاهره الكورونا وصار توقفت المقاهي وتوقفت الشغل كله بالامور السياحيه تقريبا البلد كله، يعني من شهر 3 و4 و5 و6 واجا تعميم اخر شو بالغاء الاراجيل، وتعرف نحن المقاهي عندنا بجبله معتمده على الاراجيل يعني كلياتها، بس نحن بهالمبالغ هذه اللي كنا طبعا نلتزموا بدفع ونحن بدنا حتى العطل اللي صار بالفتره طبعا نحن بدنا نبررهم يعني نعطيهم بدل طبعا ضمن توجيهات الحكومه ضمن اجراءات قانونيه. نحن استاذ بهلا هذا عملنا عده مشاريع السنه هذه، في عندنا مشروع هلا مشروع الطاقه البديله بحدود 64 مليون طاقه شمسيه، نعم. بدنا عارضينه بعد بكره المزاد له، بدي هذا بعض الشوارع الرئيسيه لمدينه جبله بدهم يصير في طاقه بديله طاقه شمسيه، اضافه الى شق وتعبيد 40 مليون كمان عندي انا بجوده يعني الجوده عم تكون بشكل كويس على هو مجرب نحن جربناه بعض نحن بعض هي المشاريع في بعض لا المناطق لا نحن ما نجحت استاذ نحن عم يعني فقط يعني اشتغلت عده اشهر ووقفت لا هلا انا بشكل عام هلا ركز على جبلة موضوع المواصفات اهم المواصفات اهم شيء استاذ اهم شيء استاذ انت بدك يكون الموقع سطوع شمسي، انا ما بحطوا طاقه شمسيه بين حواري ضيقه مشان ما عندها سطوع شمسي، وين الشوارع الرئيسيه الاحياء الكبيره اللي فيها بتاخذ اكبر
قدر من السطوع الشمسي هذا بنعمل فيها ما بنعمل فيها. انا عندي كمان عملنا خطه للاناره للداتا هلا بجبله كمان ظاهره كويسه تقريبا اغلب الشوارع من تنور جميل فيها. بس نكفي عن موضوع الاستثمارات. الاستثمارات يعني احنا مستمرين يعني ما في ابنيه او عقارات خاصه بالبلديه. هلا نحن الاسبوع بدايه السنه كان عندي مشروع تنموي 25 محل من مشاريع التنموي وتم اي خمس بمحلات الصناعه. هلا بيوم الخميس في مزاد له مزاد على المحلات هذا وراعي هالمحلات هذا بده ينعكس ايجابا لمجلس مدينه انه شو بيجيني منه من هالمصاري هذا للمحل الواحد. عن ما حطينا رقم السر يعني ما حطينا رقم متوقع يجيب ارقام كويسه والمبلغ هذا انا بستفيد منه بتقديم الخدمات لمدينه جبله. بيشتري مثلا بيعمل صيانه طرق شوارع اناره طبعا بعد اخذ موافقه الجهات المعنيه الوزاره. هذا الشيء بالنسبه للمستقبل. بالنسبه للواقع الحالي او هذا هو هذا منفذ استاذ في شيء غير عم توصلكم انه هلا لانه عندنا العقارات عندي بمجلس مدينه جبل بحدود شيء 890 عقار. انا بدل سنوي يوميا سنويا عندي شيء 100 الف لكل محل. هلا النتيجه بس هالظروف بس هلا في بلشت العالم بعد العيد تلتزم عملت لهم انذارات مشان يدفعوا البدل الايجارات ومن ريع هذه الايجارات انا بتعرف انه عندي عندي كتله للرواتب استاذ عندي كتله رواتب واجور ومحروقات كتله كبيره لذلك اذا ما انا بدك تعوضها باشياء تعوضها بهلا بس معنا تليفون بنفضل نرجع من كفي. تفضلي معنا على الخط هبه. تفضلي. مرحبا. اهلا وسهلا فيك. معك هبه خلوف من جبله. اهلا وسهلا فيك. نحن عم نحكي انا عم احكي باسم يعني حاره كامله اسمها حاره الصناعه حي الصناعه. اهلا وسهلا. بخصوص المحلق. تمام. نحن للامانه من يوم اللي كان بلش المحلق لهلا نحن ما في خدمات بتخصنا ابدا. ما في طريق نحن لأن على المحلق صرف صحي ما في أولادنا إذا بدهم يكتبوا على الجهة الثانية مشان مدارسهم ما في معبر يأمنهم يعني نعم. فنحن كثير حاولنا أنه نتواصل مع البلدية ونحاول نطرح المشكلة نحن وأخذنا قرار بأنه يكون في فتح للمعبر لمعبر طريق يعني نظامي للسيارات من حارتنا للمحلق وللأسف في قرار بس ما تنفذوا قرار وكان بعريضة من جميع أهالي هاي المنطقة اللي هي استعرضنا العريضة اليوم بالبرنامج. أنا وصلتني عبر البريد يعني من أحد الأخوة المواطنين ما بعرف مين ماني متذكر مين والمخطط وجاوبنا يعني معنا الأستاذ أحمد قناديل رئيس مجلس مدينة جبلة. أهلا وسهلا أستاذ. يعني ذكر بالحرف الواحد أنه هذا الطريق سيبقى قائم وممنوع انه يتعمر عليه لا من فضلات البناء ولا غيره. تمام. نحن لهلا هي لنا 10 سنين ما في طريق لنا هي اكثر من 10 سنين هي الجمعيه يعني احنا بدنا نطلع مثل طريق كثير بعيد من اول الحاره لاخر الحاره نطلع برا الحاره اللي هي تعتبر اسمها الصناعه ونرجع نفوت على المدينه يعني والحارة اللي قبالنا الطرف الثاني من المحلق. ذكر الأستاذ أحمد يعني بسياق البرنامج لما تحدثنا عن هذه المشكلة الأستاذ أحمد تعاون معنا ونحن بس خليني كفي الفكرة أنه هو رفعوا للجنة الإقليمية ليتم وضع طريق تنظيم المخطط التنظيمي بيوصلكم مباشرة بالشارع العام حتى ما يكون في عندكم مشكلة والموضوع بحاجة لتصديق من اللجنة الإقليمية عندهم كمجلس مدينة ما عاد في أي مشكلة ونحن إن شاء الله حتى بالحلقات القادمة ممكن نتابع لكم الموضوع مع اللجنة الإقليمية مع مدير الخدمات الفنية ومع بعض أعضاء اللجنة الإقليمية. نحن أكيد إحنا حبينا نوصل صوتنا عبركم. أنا بالأساس أنا عندي صفحات أخبارية على لجبلة وأنا بنشر كتير عن هذا الموضوع بس بتجرد مو إنه بإنه شكوى لأنه أنا تواصلت مع كتير ناس من البلدية وأولتهم الأستاذ يعني وكلهم قالوا لنا إنه أي قيد التنفيذ بس نحن لأيمتى بدنا ننطر يعني نحن إذا أولاد الحارة بدهم يقطعوا معرضين حالهم للحادث لأنه ما في شاخصات مرورية ما في حتى نحن عنا إشارات مرور من أكثر من شهر ما أنا شغالة كل يوم في حادث كل يوم في شكوى كهرباء بالحارة ما في بالليل أنت يعني مسؤولية نفسك إذا قطعت في الشارع دابتك سيارة ما حدا بيشوفك بالحارة ما في يعني في كتير شكاوي بس نحن نتأمل أنه يتابعوها يعني صرف صحي ما عندنا نحن صرف صحي ما في أيضا يعني حارة من أقدم من يعني هي تعتبر أقدم من المسعى مثلا
اكيد هلا حنتابع الموضوع مع الاستاذ احمد. بتشكرك يعني شكرا كثير لك. مكالمتك فيك تتابعي البرنامج وتسمعي رد الاستاذ احمد على الموضوع. اهلا وسهلا. شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا فيك. ضل بخير يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ احمد. يعني ما في حل مؤقت ما بين انه يطلع تصديق اللجنه الاقليميه على موضوع المخطط التنظيمي ويكون في طريق، ما في ممكن يكون في طريق مؤقت، ممكن يعني موضوع الخدمات هنيك استاذ هلا هو طريق هلا عم يمشوا عليه، يعني الطريق نحن ما سكرناه ولا بعناه ولا شيء، الطريق بس بده ما عمل استاذ لانه بده تاهيل، بده صرف صحي الطريق هذا، بده خدمات، بده ينعملوا صرف مطري ونخاطب الهاتف والكهرباء اذا بده يمدوا فيه شيء احسن ما بكره بعد ما نزفته وان اهله يجوا يقولوا الخدمات هذا. ونحن عم بعثنا كتب للشركات وبعتقد راسلونا انه في منهم بدهم يجوا يمددوا فيه، بس ما حد صرف صحي استاذ بعتقد منطقه هنيك اجباري فيها صرف، مدينه جبله 90% او ما 99% مخدمه بالصرف الصحي، يعني اذا يكون فيها مشكله ما بعرف انا بدي. طيب ممكن حضرتك تبعث لجنه بدي اتاكد على من على المنطقه يعني واقع الصرف الصحي واقع الخدمات بضمن هالحي، يعني حتى ذكرت الاخت المتصله انه يعني عم يصير حوادث كثير، يعني ما في اشاره مرور، ما في طريقه لضبط نقل الاطفال من جهه لجهه، ممكن حضرتك يعني تبعت يعني حتى يمكن هي الاخت المواطنين شافوا السنه، يعني كل اقبيه هالمنطقه هذه استاذ كانت وباء شيء ما طبيعي، كلها بنفقتنا الخاصه يعني تبع البلديه الجبله قامت بتعزيلها جميعا، يعني لحد الان شلنا منها اطنان من ال استاذ احمد وصلتنا بعض الرسائل، يعني كم كبيره من الرسائل بيتعلق بهي المنطقه بالذات، يعني حتى يعني هي ملكيه خاصه اقبيه الابنيه الصرف الصحي عم يروح باتجاه استاذ لانه مثلا المواطن بيشتري لا استاذ هلا بيشتروه هن مثلا الابو واحد وبيتركوا بيهجروا اهل البنايه ما بيعرفوا والناس الثانيه مجاورين بكبوا بالقبو بتسطم المجرير بتصير الابنيه ما له علاقه فرق المنسوب لا ما له لا استاذ كله يعني المجروس الصرف الصحي بمدينه جبل بشكل عام غميق جدا يعني بحدود الغمق شيء 4-5 مستحيل لسه بس كله كل معالج مشكلة شو مشكلة خاصة بالأهالي تبعون البناية وعم أقول لك أستاذ مازن هالسنة هذه شلنا أكوام يعني عن جد منظر كان مخيف ومرعب. طب نحن نتأمل منك لا وعم نعالج نحن نحن وقتنا صار محدود يمكن بقيان معنا دقيقة واحدة نتأمل من حضرتك الموضوع استاذ حي الصناعة أو لجنة بموضوع باهتمامنا حي الصناعة هذا الأسبوع القادم نتصل معك تكرم اللجنة أو الموظفين اللي بعثته شافوا الواقع اللي بالإمكان في إمكانية لصيانته يتم صيانته واللي ممكن نوعد الناس بيحلوا بيوقت قريب كمان استاذ نحن يعني بالبلدية الجبلة بابنا مفتوح ومكتبنا مفتوح لك أي تساؤل وأي مواطن بيقدم شكوى يعني ما غلط واحد ونحن واحد الاعتراف الخطأ فضيع ما بنقول له نحن نتخبر أصلا في عندي مشاكل وعندي نقص بس ضمن الإمكانيات تعتبر الخدمات اللي عم تقدمها مدينة الجبلة جيدة لا في بعض الأماكن جيدة جدا مثلك يعني توسع كان مدينة الجبلة عدد سكانها 78,000 استاذ عدد سكانها 200,000 يعني كله بيلعب دور كله بيلعب دور وبدنا نحن مساعدة نحن دائما بدنا نقول شكاوي الناس بالعكس اهلا وسهلا نحن متقبل كله والشكاوي المواطن على حق اينما وجد ونحن جاهزين لتقبل اي شكوى واي مشكله لدى بلديه جبل نحن وقتنا انتهى الحلقه القادمه سيتم الاتصال مع حضرتك تواصل يعني لنشوف شو المشاكل اللي تم حلها او اللي التي يمكن حلها بنهايه هذا اللقاء الاستاذ المهندس احمد قناة رئيس مجلس مدينة جبلة شكرا جزيلا أهلا وسهلا أستاذ مازن وكل عام وأنتم بخير مرة ثانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأنتم بألف خير شكرا كثير شكرا لكم وكل شكر لكم مشاهدينا الأكارم على حسن الاستماع نلقاكم في حلقة قادمة وملف جديد إلى اللقاء.